أنا سلمى توفيق الله من دور الحجاج جامعة الخوالقة إقليمية وصوفية. أنا كنقرا في هذا العام عندي الباك. أنا تعرضت للعنف من واحد طرف واحد الشخص هنايا من الدوار. دابا من 2021 وهو كيتعرض ليا. دعيناه وما شكرنا والو ليه. من 2021 واحد النهاريات كنت غادية نهار ديال الترونسبور، حتى قال لي يلاه من هاد الطريق شدني من يدي، قال لي يلاه من هاد الطريق، هاد الزنقه اللي ضيقه ما تمشيش مع الطريق الرئيسيه. صافي انا بديت كنغوت، قلت ليه طلق مني، هو كيبدا كيجرني ما بغاش يطلق. صافي تهربت، بقات كل مره كان فهمت، كل مره كنلقاه في جهه ويمشي للبلايص اللي خاويين، يعني اللي ما كيبانش فيهم حتى شي حد باش ما يشوفوا حتى شي حد تمانيك. صافي قلتها لوالديا، بداو فهمتي كيدوني كل مره، مره كيد يغفلوا مره يدوني. ايوا حتى داك العام ملي مشيت دعيتو قرب ديك الساعه فهمتي تحاضرت انا وياه، قال لي انا هاد السيده معمرني، قال لي كاع تلقيت ليها ما كنعرفهاش انا، قال لي كنعرفها من الدوار معمرني، قال لي انا كاع شفتها. صافي قالوا لي، قالت لي وكيله النائب وكيل الملك، حتى تهضرت مع قدمت راس وكيله الملك، هي خرجات بقى غير نائب وكيل الملك. قال لي خاصك الشهود ولا دير لنا شي فيديو ولا شي مسجل صوتي انه فهمتي كيتعرض ليك. صافي انايا ما كاينش كيفاش ندير، هو فهمتي حتى كيخرج ليا مع شي من شي جهه. صافي حنا غفلنا على هذيك القضيه، ما بقينا صافي ما لقيناش، ما لقينا حتى بيدنا. خرجوا ليهم غرامه ماليه 40000 خرجوا ليه. صافي وقيل عطاها وخرج، جا كيدور في الدوار بكل اريحيه. صافي انا وليت ماما كديني ديما كديني، ملي ولا دابا تغير ليها السيستيم ديال الخدمه ديالها، يعني التوقيت ديالها في رمضان ما بقاش فهمتي، وليت كيديني بابا ولا كيديني شي حد. بعض المرات وليت نطلب مرت عمي ديني ولا شي حد بحال هكا. صافي كنمشي بعض المرات مع البنات. ديك النهاريه قبل من هذا المشكل اللي طرا ليا بيومين بحال هكاك، قلت البنات يطرقوني، مشينا غاديين، خرج لينا هو من دارو بدا غير السبان، غندير ليك ونفعل ليك، يعني فهمتي بحال داكشي ديال الاغتصاب، كيهضر على داكشي تاع الاغتصاب، غندير لك وغنفل لك وغنترك لك. صافي تبعني حتى البلاصه اللي وقف فيها الترونسبور. صافي طلعت مشيت، كنت في حالتي، دازت قلت لك هو هذا المشكل، دازت يومين، داز النهار بلي 24 مارس. صافي لقيتو انا تماك حدا شانطي بالي فين بغيت نركب، بقى هو فهمتي تماني كيدور كتهايل جي الترونسبور. ركبت مشيت، تبعني للويحات، طاق عليا في الجاج ودار ليا بصبعو بحال هكا، بحال عاودني منك. مشيت انا دابا ما درت في بالي حتى شي حاجه، مشيت للمدرسه قريت. قالوا لي شي بنات راه جا هنايا وكيقلب، جا هنايا قدام المدرسه وكيقلب. انا داك النهار ما خرجش، كنت في المدرسه لداخل. صافي جيت مع ديك الربعه ونص بحال هكاك، هبطنا انا واحد البنت تمانيك، هبطنا الله جايين حتى هو خرج لنا من واحد الجهه. ما عرفتش انا شتو، قلت ليه خدمي التليفون اللي يكون يقول شي حاجه، انا بغيت غير نشد عليه تاني شي دالي كيما قالوا ليا. الساعه هو جاي داير منجل ورا ظهرو، انا ما شتوش، الحق ضربني هنا في كتفي وضربني وجبت وطيحني الارض وفهمت وطع ليا برجلي، وهنايا كيجبد بحال شي موز ديال الضفار، بدا كي هنايا ضربني هنا. صافي تبع ديك البنت وكيقول ليها ما تغوتيش، وانا طايحه الارض كيقول لها ما تغوتيش، هو تبعها. انايا نط قلت فهمتي كنغوت باش يخرج شي حد يعتقني. ساعه ما خرج حتى شي حد، هو من بنت لي انا كنغوت، هو قال في راسو راه يا راه صافي طاحت راه ماتت ولا شوف. ومن انا كنغوت رجع ليا، ملي رجعت ليا حيت الصنداره وحيت شكاره وهربت، جريت واحد المسافه لقيت واحد البنت هي هبطت من ترسبور جايه داخله عند شي ناس، داخله عند شي ناس سمانيك، يلاه الله بتدخل الله بتسد. وانا نقول لها حلي 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 بجد. صافي دخلت وسديت، بقى هو كيتشايع من فوق الدفه، قلت لها يلاه ندخلوا للدار الدخلانيه.
صافي دخلنا للدار الدخلانية، ديك المرة اللي تسمانيك بقى قالت لك كيشافتو تمانيك، خرجوها ليا نحيد لها راسها، خرجوها ليا انا ما نتهنت ندي لها راسها. صافي خرجت انايا، جاو فهمتي المقدم تاع تمانيك، وجاو الناس تجمعوا، جاو الوالدين تاعي والامبيلونس، عيطنا الجدارمية ما كاينينش، يعني سادين التليفون ديالهم، ستة الجدارمية اللي عيطنا لهم شي واحد ما كيجاوب فيهم. صافي هبط بابا عند القيد، قالك حتى هو ما كاينش، ما عرفش انا فين نزاد. كلشي ديك الساعه انا كنزف، يعني بزاف ديال الدم خرج ليا من يدي. خرجت صافي، جات لومبيلونس كيقولوا لي لا صافي غير صوره وهزوه، راه غادي فهمتي غادي تفقد حياتها الا بقات هكا هنايا. صافي انا مشيت لسميتو المستشفى ديال اليوسفيه، من تمين قالك ما غاديش نقبلوك، راه حتى الضربه غارقه بزاف. مشيت سميتو لمراكش، تماني بقيت ديك الليله ديال نهار الاربعاء خيطوا ليا هنا تحت عيني، وقالوا لي الليله الاخرى جي صايمه. خرج ديك الليله وجيت صايمه النهار الاخر، مشيت بقيت تمانيك حتى لديك 8:30 تاع العشيه. انا كنت معوله غاديه غير نخيط، ملي مشيت ملي بدات كتخيط ليا قبل من 8:30 قبل من ندخل البلوك، لقاو ان يدي من تحت من الضربه ما كنحش بيه، يعني فقد الشعور فيه. قال لي انت راه كندق فيك فتيحه، ما كتستجبل حتى شي حاجه، راه كيما ما كتغوتي ما حتى شي حاجه. عيطت للطبيب قالت لي هذه راه خاصها تدخل البلوك ولا بدا، راه ما سميتو. صافي عمرو لي انني ندخل البلوك مع 8:30 تمانيك، دخلت البلوك خرجت منه بتمانيك حتى الجوج بحال هكاك. انا توفيق الله عبد اللطيف ساكن في دوار الحجاج، قال لي ما واحد يوسفية، انا بنتي كنطالب بها الحقوق، يتعاون معايا السلطات ويتعاون معايا الجمعيات ويتعاون معايا كل شيء. هذا راه حقار عليا، وانا راه ما عرفت ما ندير وما عرفت هذه، واليوم الله يجازيكم بخير. وراه البنت ضيع عليا في القرايه ديالها، وضيع عليا في الصحه ديالها، واليوم بيت الناس وبيت الجمعيات وبيت السلطات المحليه كلشي تعاون معايا. من ورا ما تعدى عليها هاد السيده دابا، بنتك كتمشي للمدرسه تقرا ولا جلسات؟ لا جلسات، من تما تتقرش جلسات، ها تعدى عليها راه جالسه دابا. هذا الشيء اللي عطى الله. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.